سؤالي اللي جاي ليك يخص المنتخب الفرنسي، والمنتخب الفرنسي منذ أعوام قليلة كان بطلا للعالم. الآن منتخب فرنسي عنده تشكيلة من اللاعبين هي التشكيلة ربما الأفضل بين كل المنتخبات في العالم، ظهور غير جيد بنسبة كبيرة في اليورو، ولكن تتوقع البطولة القادمة لكأس العالم يحافظ المنتخب الفرنسي على لقبه؟ اسمعني سيدي، أنتم تطرحوا علي سؤال إلى لاعب قديم، وكان لدي الفرصة أن نلعب مع الفريق القومي الفرنسي، وأنا دائما بجانبه، دائما أدعمه، وأنا دائما خلفه، لأنه فريق القومي لبلدي، وأنا لعبت به، وأنا دائما متفائل، وأعتقد أننا الآن نعتبر حاملين لقب كأس العالم، وأدينا بشكل رائع، وأعتقد أننا نلعب بشكل جيد، وكما رأيتم في مباراة سويسرا مثلا نحن نؤدي بشكل جيد ضد الأقصى. أعتقد أن كأس العالم قادمة في قطر، أعتقد أن الفريق الفرنسي لديه فرصة كبيرة أن يصبح من المرشحين للفوز باللقب بكل بساطة. هذه وجهة نظري. مطالبات عديدة دائمة بتولي زين الدين زيدان تدريب المنتخب الفرنسي، هل أنت مع هذه المطالبات ولا مع تأييد فكرة بقاء ديشام مديرا فنيا للمنتخب الفرنسي؟ أنا مع هذه المطالب زين الدين زيدان، إنه استثنائي أن أتمنى أن يقوم بهذه المهمة. أعتقد أن المدرب الحالي ديشام يقوم بعمل جيد ويؤدي مع الفريق بشكل رائع. نحن للأسف لم نفز ببطولة الأمم الأوروبية، لكن أؤكد لكم أنه يلعب بشكل جيد. كما تعلمون يجب أن نرى ما سيحدث في قطر. إذا كنا سنذهب بعيدا ونشغل مركز متقدم أو سنفوز باللقب، رئيس الاتحاد كرة القدم الفرنسي هو من سيتخذ القرار. لكن أعتقد أن منطقيا بعد ديشان لابد أن يكون زين الدين زيدان.